هيعتر إلى المداخلة بعنوان مفهوم الجسم السياسي بين هوبز وروسو. الطبيعة وهي الفن الذي يمارسه الله ليصنع العالم ويحكمه وفقا لتوماس هوبز في كتابه التبني الذي ألفه سنة 1651 في المقدمة. هذه الطبيعة يقلدها فن الإنسان الذي يستطيع هنا كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى أن يصنع حيوانا اصطناعيا. في الواقع الحياة ليست سوى حركة من الأطراف التي يعود أصلها إلى جزء داخلي ما، فلماذا لا يقال إن كل الآلية التي تتحرك لها حياة اصطناعية؟ فما هو القلب إن لم يكن نابضا؟ الأعصاب إن لم يكن، وماذا هي الأعصاب إن لم تكن الكثير من الأحزمة؟ وما هي المفاصل إن لم تكن الكثير من العجلات؟ وكل الأشياء التي وفقا لقصد قصدية الحيرة في تنقل الحركة إلى كل الجسد. إنه الفن في الواقع حسب هوبز هو الذي يخلق الليفيتون العظيم أو التنين المسمى جمهورية أو الدولة سيفيتاس باللاتيني، الذي ليس سوى شخص إنسان اصطناعي على الرغم من أنه يتمتع بمكانة وقوة أكبر من الإنسان الطبيعي. يمنح الدفاع والحماية التي صمم من أجلها. سيادة فيه روح مصطنعة لكنها تمنح الجسد كله الحياة والحركة. القضاة والموظفون والقضائيون الآخرون منفذون عبارة عن مفاصل مصطنعة لمنح المكافأة والعقاب الذين موجبين وتلزم السيادة. كل مفصل وكل طرف بخدمتها تحرك هؤلاء لأداء واجبهم، وهي الأعصاب تمام كما يحدث في الجسم الطبيعي. كذلك البذخ والثروة جميع الأعضاء المعينين وهي القوة. أمن الشعب هو عمله، والمستشارين الذين يقترحون الأشياء التي من المفيد أن يعرفها هم الذاكرة، والإنصاف والقوانين سبب عقل مصطنع وإرادة. الوفاق هو صحته، فتنة مرضه، والحرب الأهلية موته. وأخيرا فإن العهود التي نشأت منها أجزاء هذا الجسم السياسي في الأصل والتي تم تجميعها وتوحيدها تشبه الأمر أو ما يفعله الإنسان كما قال الله عند الخليقة. في الواقع حسب توماس هوبز إذا قمنا بإزالة ما ليس من جوهره من الميثاق الاجتماعي، يعني حسب رد جوجاك روسو، إذا قمنا بإزالة ما ليس جوهره من الميثاق الاجتماعي سنجد أنه قد تم اختزاله إلى المصطلحات التالية. كل واحد منا يضع شخصه وكل قواته المشتركة تحت توجيه الأسمى للإرادة العامة، يعني في العقد الاجتماعي، هذا هو جوجاك روسو. ونستقبل في الجسد كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل على الفور، بدلا من الشخص المعين لكل طرف متعاقد ينتج عن هذا الارتباط ملكة أو هيئة أخلاقية وجمعية تتكون من عدد من الأعضاء، مثل الجمعية التي لديها أصوات والتي تحصل من هذا الفعل نفسها على وحدتها وذاتها المشتركة وحياتها واستمراريتها. يعني هذا الشخص العام الذي تم تشكيله من قبل اتحاد جميع الآخرين أخذ سابقا اسم المدينة والآن يأخذ اسم الجمهورية أو الهيئة السياسية التي تسميها الدولة. الأعضاء عندما تكون سلبية ذات سيادة، عندما تكون ناشطة السلطة بمقارنة بزملائها. بما يتعلق بالزملاء فإنها تأخذ بشكل جماعي اسم الشعب ويطلق عليها على وجه الخصوص مواطنين كمشاركين في السلطة السيادية، ورعايا يخضعون لقوانين الدولة. لكن هذه المصطلحات غالبا ما يتم الخلط بينها وبين بعضها البعض. يكفي معرفة كيفية التمييز بينها عندما يتم توظيفها بكل دقة. يعني هذا الكلام ردده جوجاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي الذي ألف سنة 1762 في الكتاب الأول. بعد ذلك يرى روسو في الواقع يمكن لكل فرد كإنسان أن يكون لديه إرادة خاصة تتعارض أو تختلف عن الإرادة العامة التي يتمتع بها كمواطن، ويمكن المصلحات الخاصة أن تتحدث إليه بشكل مختلف تماما عن المصلحة العامة. ووجودها المطلق والمستقل بشكل طبيعي يمكن أن يجعله يعتبر ما يدين به للقضية المشتركة مساهمة مجانية، سيكون خسارته أقل ضررا للآخرين من الدفع المرهق بالنسبة له. فيما يتعلق بالشخص المعنوي الذي يشكل الدولة ككائن منطقي، لأنه ليس شخصا فإنه يتمتع بحقوق المواطن دون أن يرغب في أداء واجبات شخص ما، وهو ظلم يؤدي تقدمه إلى تدمير الجسم السياسي.
حتى لا يكون الميثاق الاجتماعي شكلا عبثيا، فهو يحتوي ذميا على هذا الالتزام الذي يمكنه وحده أن يمنع القوى للآخرين، بحيث أن كل من يرفض إطاعة الإرادة العامة سيضطر إلى القيام بذلك من قبل الجسد كله. وهذا لا يعني شيئا آخر إلا أنه سيجبر على التحرر، لأن هذا هو الشرط الذي يضمن له بإعطاء كل مواطن للوطن كل طبيعية شخصية، الشرط الذي يجعل حيلة ولعبة الآلة السياسية، والذي وحده يجعل الاشتباكات المدنية مشروعة، والتي بدونها ستكون عبثية واستبدادية وعرضة لأكبر الانتهاكات. يقول روسو: اسمحوا لي أن أستخدم للحظة مقارنة مشتركة وليست دقيقة للغاية من نواحي كثيرة ولكنها محسوبة لجعل صوتي مسموعا بشكل أفضل. يمكن اعتبار الجسم السياسي بشكل فردي كجسم حي منظم مشابه لجسم الإنسان. السلطة السيادية تمثل الرأس، القوانين والأعراف هي الدماغ ومبدأ الأعصاب والمركز الفهم والإرادة والحواس التي يكون القضاة أعضاؤها، والتجارة والصناعة والزراعة هي الفم والمعدة التي تعد المادة المشتركة. الأموال العامة هي الدم الذي يرسله الاقتصاد الحكيم من خلال أداء وظائف القلب لتوزيع الطعام والحياة في جميع أنحاء الجسم وتحقيق الحالة الصحية. حياة كلاهما هي الذات المشتركة للكل والحساسية المتبادلة والمراسلات الداخلية لجميع الأجزاء. إذا توقف هذا الاتصال تختفي الوحدة الشكلية ولتعود الأجزاء متجاورة تنتمي إلى بعضها البعض إلا بالتجاور أو بموت أو يموت الإنسان أو تنحل الدولة. وبالتالي أن الجسد السياسي هو أيضا كائن أخلاقي له قوة، يعني له إرادة، وهذه الإرادة العامة التي تميل دائما إلى الحفاظ على رفاهية الكل وكل جزء، والتي هي مصدر القوانين، هي لجميع أعضاء الدولة بالنسبة لها، وهي سيادة العدل والظلم. هذا الكلام ذكره روسو في كتابه خطاب في الاقتصاد السياسي الذي ألفه سنة 1758. إذن هذه محاضرتنا حول الجسم السياسي بين توماس هوبز وجون جاك روسو، والذي ربما في ظهر فيه نظرة آلية للسياسة، وربما تأثير الفيزياء الرياضية على العلوم السياسية. شكرا جزيلا لحسن انتباهكم، أرجو أن تكون هذه المداخلة السياسية الأولى والثانية قد أفادتكم. إلى لقاء في المداخلة لاحقا.